السلام عليكم. هنكمل مع درس الانيميريشنز، وده الجزء العملي. الانيميريشنز دي زي ما قلنا في الحصة السابقة، لما يكون عندي مجموعة values مرتبطة ببعض، يعني في علاقة تربطهم، زي مثلا مجموعة ألوان، مجموعة أشخاص، مجموعة سيارات، مجموعة خصائص أو حاجات مرتبطة مع بعض في الخصائص بتاعتها، أو من نفس النوعية، من نفس التايب، ومحتاج اتحكم فيها في البرنامج بتاعي بشكل ظريف. فبنستخدم الانامز، والانامز دي قابل نفسها في الدوكيومنتيشن بتاعتها، وفي اغلب الاوامر اللي هنستخدمها بتستخدم الانام بشكل او باخر. يعني زي مثلا لما بدخل على الكالرز بتاعت ابل، فبدخل على خاصية الكالرز فبلاقيها كده رصالي انواع الكالرز جاهزة، زي الريد البلو البلاك، حاجات زي دي. طب ازاي اعملها انا في البرنامج بتاعي؟ نفتح ملف بلاي جراوند ونشوف. اكبر الخط الاول بس. تمام، انامز هي اسمها انيميريشنز، والاختصار بتاعها ممكن نقول انامز. والانيميريشنز دي بتتعرف ازاي؟ عشان اوضحها قبل ما اعرفها، انا هعرف عندي اري، عندي اري وليكن مثلا كولرز، والكالرز دي هكتب فيها شوية أسماء، مثلا ألوان، مثلا بلو، بلاك، وايت، أي مجموعة مثلا ألوان، مفيش مشاكل، جرين كده. أنا عرفت الري عادي. طب عايز أخد لون من الألوان دي، يعني أنا عندي كالرز دي، فالكالرز دي أنا عايز أخد إيه؟ عايز أخد لون منه. فمثلا عرفت فاريبل تاني اسمه كالر، قلت الكالر ده اديني كالرز بتاعتي، وافتح قوسين. طبعا انا عارف في الاري بديله الاندكس 0 1 2، فانا لو عايز البلاك مثلا هقول له 2، فاذا كده طلع لي ايه؟ هيطلع لي البلاك. طيب بس الطريقه دي مش كويسه او مش عمليه معايا. افرض انا عايز طريقه تخليني اقدر ادخل على اللون باسمه، يعني اقول له مثلا كولر او ريد كولر، او مثلا ادخل بالاسم نفسه اللي انا حاطه جوه. فعشان كده عملوا الانامز. طب الانامز دي بعرفها ازاي؟ هكتب انام في الاول. تمام، فهكتب كده انام، وبعدين هكتب نوع الاسم اللي هسمي بيه الانام بتاعتي كالتايب يعني بتاعي، وليكن كولر. يفضل في التسمية الحرف الأول يكون كابيتال، طبعا ده مش شرط بس يفضل عشان التنسيق بتاعي، وعشان أغلب المبرمجين أو المحترفين أو أبل نفسها بتتبع الطريقة دي في التسمية. ونحدد بعد كده، مش لازم نحدد النوع، أنا ممكن أكتب كولر على طول، وأفتح بعد كده قوسين معكوفين، وأدخل بعد كده إيه، أدخل الحالات بتاعتي. الإنام دي زي السويتش كيس بالظبط، هدخل كيس لكل حالة، واكتب اسم هنا وليكن بلاك. برضو يفضل اني اكتب الاسماء هنا اللي هي اللي جوه بتبدأ بحروف كابيتال، يفضل مش شرط يعني، انا براحتي. مثلا بلاك خلينا وايت الاول، كيس مثلا ريد، كيس بلو، كيس مثلا جرين، هدخل مجموعة الوان ممكن ازودها بعدين. دلوقتي تعالى ناخد كولر من الالوان دي وليكن نسميه مثلا سي، واقول له السي ده يساوي، هدخل على الكولر بتاعتي ازاي؟ هكتب اسم الكولر بتاعتي واقول له دوت. مجرد ما عملت دوت كده اداني القائمة الظريفة دي اللي فيها ايه، مجموعة الحاجات اللي انا دخلتها. فكده قدرت اكسس الحاجة بتاعتي بدون اللخبطة بتاعت الاندكس والارقام والحاجات دي، وبقيت متجمعة في مكان واحد انام اسمه color، فبقيت اقدر ادخل عليها بسهولة. طب انا عرفتها مثلا، خلينا نعرفها كفاريبل عشان اقدر اغيرها بعدين. طالما اتعرفت السي انها كولر دوس جرين، خلاص عارف ان السي ده من نوع كولر. لو جيت كتبت سي هيقول لي السي ده عباره عن ايه، لو جيت اشوف السي بس هنا هيقول لي، او لو استعلمت على السي من فوق هنا هيقول لي السي ده من نوع كولر. طب لو قلت له بعد كده سي عايز اغيرها بلون تاني، ممكن اقول له كولر دوت مثلا ريد مثلا، وممكن مباشرة اقول له الدوت على طول، ودي الاختصارة يفتح لي برضو القائمة. ليه؟ لانه خلاص عارف ان السي دي من نوع كولر، انها انيميريشن. ممكن اطبعها، ممكن اعمل اي عمليات عايز اعملها على اللون ده بتاعي. طب دي اول حاجة. طيب ايه الميزة اللي عندي في الموضوع ده؟ الميزة اني لو بسبب او اخر كتبت مثلا الجرين كتبتها كده، ايه اللي هيحصل معايا؟ راح يحصل خطأ على طول، الاكس كود هيحذرني، البرنامج مش هيشتغل، وهيقول لي الكالر بتاعك ده ما فيهوش ممبر، ما فيهوش حد اسمه جرين، لان كتبتها بطريقة غلط. فمجرد ما اكتبها كده جي، تمام، كتب لي الاسم الصح، او لو انا عندي الدوت ضغطت الدوت كده
تمام، ولو القايمة دي اختفت اضغط اسكيب تظهر لي تاني، يجيب لي الحاجات اختار منها اللون اللي انا عايزه. فكده هتمنعني اني اخطأ اي خطأ كتابي هيظهر لي، لانه هيقراه كخطأ في الكومبايلر. طب في حاجة ظريفة بعد كده مفيدة كتير اسمها الرو فاليو. ايه الرو فاليو دي؟ الرو فاليو يعني ببساطة لو انا عايز ادي كل كيس من دول اديها مثلا انت او سترينج او دبل او كاركتر، اي نوع داتا تايب من بتاعتي اللي اقدر اطبعهم، هقدر ادخلها هنا تبقى في الكيس بلاك يساوي كذا. يعني انا عاوز اقول له البلاك دي تساوي مثلا بلاك، كتبتها كتابة بحيث ان اقدر ادخل على النص بتاعي كسترينج واستخدمه. في الحالة دي لازم اعرف دي من فوق جنب الكالر واقول له نقطتين واكتب بعدها نوع الداتا تايب اللي انا هحطه تحتها. ممكن اكتبهم كلهم بس دي طريقة مش حلوة. لو انا هكتب الاسم ده زي الاسم ده بالظبط يبقى مش محتاج اكتبه هنا خالص. لو كتبت واحدة نسيب واحدة كده تبقى واضحة معايا. لكن لو جيت عايز اكسس ال عايز انا اكسس اللي هو الرو فاليو بتاعتي دي اسمها رو فاليو، هاكسسها ازاي؟ ان هقول له مثلا نعمل مثلا امر برنت واقول له اطبع لي السي بتاعتنا دي لسه احنا عاملينها، بس اطبع لي الرو فاليو بتاعتنا. الاحظ ظهرت لي الرو فاليو هنا، هلاقي الرو فاليو ايه مكتوب وايت. طبعا نفس الوايت اللي انا مختارها بالظبط كتبها لي. كتبها لي ليه؟ لان انا طالما ما حطيتش انيشال ليها هنا قيمه هيكتب لي نفس الاسم نفسه بتاع الكيس، هيعتبره هو الاستاذ. طيب ممكن انا اغير الاسم هنا، وليكن كتبسيط هكتب وايت كولر. هنلاحظ هنا هنلاقي الاسم هنا اتغير بايه؟ وايت كولر، عشان الناس ما تقولش ان هو بياخد الاسم هنا وخلاص. لا، لو كتبت له اي اسم هنا هو اللي هيرجع لي. لو ما كتبتش حاجه الديفولت بتاعي انه بياخد الاسم اللي بعده. طب لو لغيت السترنج ده من هنا، وهتنلغي الحالتين دول عشان ما يحصلش معايا خطأ، هنلاحظ انه يحصل لي خطأ على الرو فاليو، انه يقول لي السي ما فيهاش حاجه اسمها رو فاليو. لو كتبت سي دوت هنا مش هيظهر لي غير الهاش فاليو، والهاش فاليو دي حاجة تانية بتديني الاندكس بتاعي. يعني هاش فاليو للوايت، الوايت رقم 2 يبقى يبدأ من 0 1 2، يبقى الهاش فاليو دي حاجة بتديني الاندكس بتاعي، ملهاش علاقة ما اقدرش اتحكم فيها الهاش فاليو دي. اندكس زي اندكس الاري بالظبط على حسب الترتيب اللي انا دخلت بيه الحالات بتاعتي. طيب برضو في طريقة تانية هعرف بيها الحاجات دي. ممكن بدل ما اكتبها كلها في سطور زي كده، لا ممكن اكتب بلاك واكتب بعدها مثلا وايت بلو جرين ريد يلو ايا كان، احطهم في سطر واحد بالشكل ده وافصل بينهم بالكوما، مفيش مشاكل هيقبلوا معايا. الرو فاليو هدخل هنا مثلا، لو دخلت مثلا حاجة من نوع انت، الانت هيبدأ لو انا ما اديتوش اي ارقام هنا ظهرت لي الرو فاليو. لو بدأت بالانت وما اديتوش اي ارقام بيبدأ الديفولت بتاعي يبدأ من زيرو، هيبقى الرو فاليو زي الهاش فاليو بالظبط. لو انا طبعت هنا الهاش هيديني الهاش ايه؟ هيديني برضو واحد. لكن انا لو بدأت المتسلسل بتاعي وليكن اللي بلاك قلت له ابدأ لي من 10، اللي هيحصل في الحالة دي ان بدأ اول قيمة عندي ب10 وزود عليها واحد. فمثلا انا لو قلت له هنا خلي لي دي مثلا يلو عشان نشوف اخر حاجة عندنا، نعد دول 10 11 12 13 14 15، فالرقم هنا ظهر لي كام؟ 15. يبقى انا لو حددت له قيمة هنا للرو فاليو هياخدها هي اللي يطبعها لي تحت، وليكن مثلا 111 هيطبع لي كام؟ 111. لو ما حددتش قيمة هياخد يعد من اول القيمة دي يزود عليا واحد، او ادخل له قيم مختلفة. الترتيب مش هيفرق معايا، ان ممكن الوايت هنا يبقى 2، ممكن البلو ده يبقى 1، ممكن الجرين، ممكن اليلو بعد كده يبقى اي رقم انت انا عايز ادخله، مفيش مشاكل. اي رقم انت هياخده ويقبله بدون اي مشاكل، بس مع مراعاة ان حدث عندي خطأ هنا للارقام السالبة. دخلت له مثلا 9، طبعا هنا عشان دخلت ارقام بدون ترتيب، لاحظوا الحته دي كويسه خالص، انا هنا دخلت ارقام بدون ترتيب، فكده ما ينفعش اسيب له حاجه فاضيه في النص. ما ينفعش اقول له الجرين والريد حطهم لي انت، هو كده مش هيعرف يحطهم ازاي، لان انا حطيت ارقام هنا مش ماشيه بترتيب، مره رقم كبير ومره صغير، فمضطر ان في الحاله دي ادخل له باقي الارقام انا بشكل يدوي. لما ادخلهم كده بشكل يدوي هيقبل ويشتغل معايا، ما دخلتش ارقام هيعد بالواحد بتاعتي. والحاجات دي مفيدة جدا، يعني عشان اوريكم الفايدة بتاعتها ممكن تفيدني في ايه. يبقى احنا قلنا في حاجة اسمها رو فاليو،
في حاجة اسمها هاش فاليو. عشان ناخد مثال يوضح لي الحتة دي مفيدة في ايه، وليكن انا هعرف انام مثلا لارقام وهتاخد من نوع انت، واقول له كيس يبدأ من زيرو، والزيرو اديتها صفر، وبعد كده قلت له 1، قلت له 2، قلت له 3، قلت له مثلا 4 5 6 7 8 9 وليكن من زيرو لتسعة، وبدأت الزيرو بزيرو. فلو جيت قلت له مثلا let مثلا ال n بتاعتي دي يساوي number بتاعي دوت، خلينا مثلا ناخد ال 9 مثلا 9، ولو جيت كتب لي 9 طبعا الاسم بتاعي زي ما انا انه عرفها من نوع 9. لو دخلت بقى على الرو فاليو هيطلع لي الرو فاليو الرقم بتاعها اللي قصادها اللي هو 9، لان انا بدأت العد بتاعي مظبوط فاخد الرقم اللي قصاده. فممكن تفيدني في عمليات وفي شغل كتير. طيب انا كمان ممكن اكسس النمبر نفسه، بدل ما اقول له دوت 9 لا ممكن افتح قوس كده واكسسه بالرو فاليو. يعني اقول له مثلا هات لي يا عم الاليمنت اللي عندي اللي هو الرو فاليو بتاعه بخمسة، ففي الحالة دي هيطلع لي الان بكام، طلع لي الان بخمسة. بس نلاحظ حاجة مهمة هنا، ان لو جيت اطبع الان دي هيطبعها لي من نوع ايه؟ المفروض نبقى متوقع يطبعها من نوع اوبشنال. ليه من نوع اوبشنال؟ لان انا بدخل له رو هنا رقم، الرقم ده هو مش متاكد كديباجر هنا ان الرقم ده موجود عندي بالفعل في الارقام دي، فعشان كده بيطلع لي اوبشن. فعشان كده لو هاجي استخدمه في عمليات لازم اعمل له عمليه الرابنج، ولو عملت عمليه الرابنج مش مظبوطه لرقم وليكن 15، رقم مش موجود عندي، طبعا هيحصل كراش في البرنامج، هيحصل ايرور، والايرور ده مش محبوب لكراش. فعشان كده يفضل في الحاله دي ان اقول له افلت، وبعد كده انفذ الاوامر اللي عايز انفذها، ان اعمل اختبار على الاوبشنال. وفي الحاله دي لو الخمسه ده موجود هينفذ، لو الرقم اللي هنا وليكن 15 مش موجود مش هينفذ البرنت اصلا. فناخد بالنا من الحتت الصغيره دي. كمان انا ممكن استخدم السويتش كيس مع الحاجه دي، وليكن السويتش كيس مع مين، وليكن خلينا نستخدمها مع الالوان اللي فوق. هقول السويتش كيس للسي اللي فوق، والله اختبر للسي، السي دي لو كانت خليني عشان اختبرها بس هعرف انم جديدة، وليكن مجموعة يوزرز مستخدمين، اليوزر الاولاني اسمه احمد، واليوزر التاني اسمه علي، واليوزر التالت اسمه مثلا دينا، واليوزر التالت اسمه مثلا ولا اي مجموعة اسماء. تمام. وهقول له مثلا خد لي منهم مثلا يوزر واحد، اقول له يوزرز مثلا، ما ينفعش اقول له كده، اقول له يوزرز دوت احمد مثلا، خدت احمد كده، وبقول له بعد كده اعمل لي سويتش على اليوزر ده نفسه. والله اذا كان اليوزر ده لو كان مين، لو كان هقول له دوت احمد، يبقى كده ادي الحالة الاولى بتاعتي. اطبع لي وليكن ببساطة هلو مثلا احمد، واقول له لو الحالة بتاعتي مثلا علي، اطبع لي والله مين هلو علي. لاحظ انا كتبت هلو هنا غلط، والله لو كان الحالة بتاعتي دينا اطبع لي يا عم الحاج مين، اطبع لي دينا. وليكن نكتفي بالثلاثة دول ونسيب اولى مش مشكلة. لو اكتفيت بالثلاثة هتظهر لي رسالة هنا، احنا عارفين ان السويتش كيس لازم يبقى فيه حاجة اسمها الديفولت، الحالة الأساسية، وليكن هكتب فيها بريك، مش هعمل أي حاجة. في الحالة دي في حالة اني مختار احمد اداني احمد، في حالة اني اخترت مثلا علي هيديني هلو مين، هينفذ اللي بعدها هلو علي وهكذا. اللي نلاحظه هنا في السويتش اني لو هنا دخلت كل الحالات، دخلت انا كل الحالات المتاحة معايا في الكيسات بتاعتي، دخلت كل الحالات المتاحة في اليوزرز هنا، ففي الحالات دي مش هيعمل لي خطأ لو البريك مش موجود، هيعمل لي الخطأ بس لو انا ايه الحالات بتاعتي مش كاملة، انا مش عامل وصف ولا عامل كيسات لكل الحالات بتاعتي، فهيطلب مني يقول لي انت لازم تدخل الديفولت. تمام. فناخد بالنا من الحتة دي. ناخد بالنا برضو في حالة لما يكون ادخل على النمبر مثلا بشكل الرو فاليو واعمل حالة سويتش كيس عليها، ففي الحالة دي هيتعمل عن اوبشنال، ففي الحالة دي لازم ادخل برضو الديفولت كيس بتاعتي، لان هو مش واثق اذا كنت انا ايه جردت له كل العناصر الموجودة ولا لا. فناخد بالنا من الحتة الصغيرة دي.
برضو زي ما دخلت على الرو فاليو بالشكل ده، في حاجة تانية ممكن ادخل بحاجة اسمها انت. انت يعني انيشال فاليو، والانيشال فاليو برضو للرو نفس دي، ما فيش اي فرق خالص بين الاتنين، هيأدي لي نفس الغرض بالظبط. اللي عايزين نلاحظه مثلا هنا في اليوزرز، هنا في اليوزرز حاجة ظريفة، لو انا كتبت له مثلا هنا مثلا من نوع سترينج، هقدر اكسس الحاجة دي بتاعتي واطبع الحالة بتاعتها بسهولة، او اتعامل مع الاسماء كاسماء. فلو قلت له مثلا الي دي، قلت له والله اليوزر ده الرو فاليو بتاعي بايه، هيديني الاسم اللي انا حاطه قصاده، اللي هو هنا الديفولت انه قالي، لان انا ما حددتش. لكن لو كتبت له قالي مثلا عبد الله، كتبت له الاسم بالكامل هنا، هيطبع لي الاسم بالكامل بتاع علي. فممكن احط اختصارات للاسماء بتاعتي، وليكن هنا الاسم بتاعي انا احمد الزهري. فمجرد ادخل على الاحمد من هنا، وبعد كده لما استعلم على الرو فاليو على الفاليو بتاعتي الحقيقيه، هيديني الاسم بالكامل. الحاجات دي مفيده جدا، يعني الحاجات دي ممكن استخدمها كتير. طب ايه اللي ممكن نعمله تاني مع الحاجات دي؟ والله ممكن نعمل حاجات كتير، يعني ممكن كمثال مع موضوع الأرقام بتاعتي، ممكن مثلا ممكن استخدم الفانكشن معايا، اقول له مثلا فانكشن والله طلع لي الفاليو لل مثلا السترنج بتاعي، والسترنج ده عبارة عن ايه، السترنج ده عبارة عن انا عرفت هنا نمبرز فوق، تمام، عرفت نمبر باسم ايه، باسم نمبر اهو، تمام، واقول له مثلا نمبر وعايزه يرجع لي مثلا انت. فانا كل اللي عايز اعمله هنا هقول له ريتيرن النمبر بتاعي دوت مين دوت الرو فاليو بتاعتي. فمثلا لو جيت انفذ الفاليو اوف سترينج وادي له مثلا هنا ايه نمبر، بس لاحظ ان نمبر هنا من نوع نمبر، ونمبر دي عبارة عن انم، فكده الصيغة بتاعتها لازم اقول له نمبر دوت نختار رقم من الارقام اللي انا حطيتها فوق، وليكن رقم الايه 8. ففي الحالات دي هيرجع لي قيمه الانت بتاعتي، الانت اللي هي الرو فاليو بتاعتي بناء على الفانكشن دي. فممكن ادخل الانم معايا مع الفانكشنز واستخدمها بشكل واسع وبشكل كبير، هتبقى مفيده جدا والاحظها كتير في الشغل بتاعنا. الحاجه المهمه اللي لازم اوضحها برضو في الموضوع ده، موضوع الانمز، حاجات المهمة جدا، حاجة اسمها ال associated values. ال associated values دي يعني ال parameters بالظبط. وليكن أنا هعرف مجموعة colors من نوع تاني، أنا colors على ما أظن معرفها هنا، معرفها باسم color، مش هيحصل تعارض، بس نلغي ده عشان ايه ميحصلش تعارض على الاسم. ومثلا ال colors احنا عارفين ال colors ممكن ادخل عليها بالاسم بتاعها زي ما احنا عارفين. في الحالة دي هفتح قوس واقول له string، فدي بالظبط كأني بباصي باراميتر من نوع string. الحالة التانية مثلا هستخدم نظام ال RGB، واغلبنا عارفينه ال RGB اللي هو ارقام من نوع float للتلات الوان ال red وال green وال blue. بس في الحالات دي نلاحظ ان مينفعش استخدم ال raw value، يعني لو جيت قلت له هنا انت هيحصل خطأ معايا، وراح يديني خطأ، هيقول لي ما ينفعش استخدم الرو فاليو او الرو تايب مع الارجومنت مع البارامترز بتاعتي. طب ايه الهدف البارامترز دي؟ الهدف البارامترز لو جيت هنا اعرف مثلا اقول له مثلا ريد، وليكن ريد مثلا كولر يساوي الكولرز بتاعتي دي، وقلت له كولرز دوت، كولرز دوت، اما اقول له دوت اداني الخيارين. الخيارين بقى ايه، بباصي بقى الحاجه بتاعتي اللي فيها، فاقول له مثلا كولرز بالاسم وليكن باسم ريد، فكده اختار الحاله الاولى واداها لازم اديها نوع سترينج، ما ينفعش اسيبها فاضيه عشان انا طلبت، الا لو قلت له ده اوبشنال. يعني انا ممكن هنا ادخل الاوبشنال، ففي الحاله دي لو دخلت له نص او ما دخلتوش مش هيحصل خطأ معايا ولا هتحصل مشاكل، بس لازم اقول له ان ايه انه ده من نوع نل، يعني كده ما فيش حاجه انا مدخلها، تمام. لكن في حالة ان لو لغيت الاوبشنالز، يبقى انا في الحالة دي لازم ادخل له اي اسم هنا من نفس نوع الداتا تايب اللي انا حاطه هنا. طب لو قلت له مثلا ليت مثلا خلينا بلو مثلا يساوي كولرز مثلا، المرة دي عايز ادخلها بنظام الار جي بي. الار جي بي هقول له مثلا البلو ده عبارة عن ايه، بيبقى 0 في الريد، وفي الجرين 0، وفي البلو بيبقى 255.
255 المفروض على 255 على ما اظن، لانه الار جي بي بياخد فلوت قيم ما بين 0 ل 1، فانا بقسم القيمه بتاعتي المفروض على 255، باخد من 0 ل 255، ده بيديني تدرج الوان، فممكن دي قبل نفسها بتستخدمها في حاجه قدام هنشوفها اسمها يو اي كولر، بتستخدمها عشان تقدر تجيب الوان بدرجات معينه وتنسيقات، فهي نفس الفكره زي كده، اني دخلت هنا انم واحده وببصلها ارجومنت مختلفه، مش شرط يكونوا من نفس النوع، ممكن يكون ده انت ده فلوت ده سترينج، ممكن يكون ده ارجومنت واحد ده ثلاثه ارجومنت، بس ما ينفعش استخدم الروبا جماعه، دي حته قدام شويه بس مفيده جدا.